أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع ما لا يعلمون. ماكو الدليل؟ الدليل دخوله في المسجد، في المسجدين مطلق الدخول والخروج، أما في سائر المساجد لا، المكر. يعني يمر بالمسجد ويخلي سبحي من برا يذب له، مش شكو ماكو دليل. لا اذا من برا من شنو ما يقولوا وضع اللي دا يمر اللي دا يمشي. نعم اي خلاص، اذا اتصل فد خلاف بين الفقهاء اكو، وهو هل يحتاج الى المزج؟ بعض الفقهاء قالوا، ومنهم المرحوم والدي رحمه الله، بعض الفقهاء قالوا لا يحتاج الى المزج، وانا اتصور انه لا يحتاج، مجرد الاتصال الى الجاري يكفي. اي طبعا اذا لون النجاسه ريح النجاسه هذا ما بيها. اي على كل مولانا. نعم. مساجدنا نحن باليمن. اي ومختلطين، وياتوا بعض العامه يتقدمون بالصف الاول ما يلي الامام. اي وطبعا طهارتهم وضوءهم غير صحيح على مذهبنا. اي ونحرج ان نزحزحهم حتى يكون الصف جعفري. فما هو الحكم؟ في الحديث الشريف بالنسبه الى صلاه هؤلاء الامام عليه السلام قال انهم الا جدر، يعني حكم الجدار. اذا بدال هذا الجدار كان الصلاه صحيحه او لا؟ اذا اتصال من جانب اخر اكو بالامام ما يخالف، اما اذا من اليمين واليسار والامام كل جدر اكو له، الجماعه باطله، الصلاه مو باطله، صلاة فرادة تكون فرادة. الحمد لله. طيب مولانا، يعني الاستحبابية في صلاة الجمعة اي على ما تفضلتم بالرسالة العملية والسيد المرحوم اي القنوت اي قنوتان. نعم نحن نظرا لشوي يعني هناك يقنطون قنوت واحد. نعم. فهل يعني صار فيه يعني نقص في الثواب؟ القنوت مطلقة مستحب. قصدي هل في نقص في الثواب؟ لا، في الحرج على كل بطلان ماكو. وضع عفوا مولانا، هاي المسألة وضع ظاهر القدم لباطن القدم واجب عندكم. شلون؟ تكلمتم بالوجوب يعني. اي. تكلمتم بالوجوب. اي. يعني يبطل الصلاة هذا؟ شلون؟ مخالفته يبطل الصلاة؟ يعني شي سواني يصحيح؟ يعني ينصبها كأبي حنيفة، الأحناف ينصبوا قدم أي اليمنى ويفرشوا اليسرى أي في السجود أي. لا نعم لكن إذا كان عن جهل يعني ما يدري المسألة شو سوى، صلاته مو باطلة لأدلة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. الجاهل صلاته مو باطلة. الطيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إيه. أتصور الإنترنت حكم غير الإنترنت. يعني إذا بالإنترنت دا يبيعون، ما دام دا يحجون، ما دام ما متفرقين، لا بالخيار، وإلا لأنه عرفا يصدق على أنهما بيعان. أهلا وسهلا. السؤال حول البيع والشراء في مواقع التواصل والإنترنت، فهل إذا افترق مثلا هناك خيار أو لا، خيار المجلس وأمثاله؟ الجواب أظن على أن حكم الإنترنت حكمه غير الإنترنت.
السؤال الفرق بين الإذن والإجازة. الجواب الإذن قبل الشيء والإجازة بعد ذلك، وبعض الأحيان ينوب هذا عن ذاك ويوضع هذا مكان ذلك. ولكن اصطلاحا الإذن قبل الشيء والإجازة بعد الشيء. السؤال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الفرق بينهم الخوف والحزن. الجواب: انظروا المشتركات في لغة العرب، حيث أنه هناك خلاف بين أنه هل لنا مشتركات أو ليس لنا مشتركات في اللغة العربية أو في اللغة. وصاحب المعالم يقول الحق وجود الاشتراك في لغة العرب، وهناك لفظان بلغة بمعنى واحد. وإذا كان هناك لفظ معنيان في لفظ واحد فهما هناك معنى دقي. الخوف من جنود العقل، والجبن من جنود الجهل. الخوف عادة ما يكون سبب الحزن، والحزن مسببا عن الخوف. فمن كان له خوف يكون محزونا. على ما أظن هذا الفرق موجود. نعم، وعليكم السلام. أي نعم، لا، إذا ممكن معرفة حالة الزوجة بدون حرج، بدون ضرر، بدون عوز، هذه العناوين الثلاثة الواردة في القرآن الكريم وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام، إذا يمكن فهم حالتها، معرفة حالتها، لا واجب، طلاق باطل بدون معرفة ذلك. الطلاق باطل إذا انكشف أنه كان في وقت مشكلة للزوجة. أما إذا أكو حرج أو ضرر أو عسر في معرفة حالها، زعل أكو بينهم ما يقدرون يشوفون، أو الزوج مثلا مسجون ما يمكن هو يطلع عليها، أو أمثال ذلك، على كل لا ما يخالف، هذا الشرط يكون ساقط. كل شيء، كل شرط هذا عند القدرة يكون شرطا إلا ما خرج بدليل خاص، وهذا لم يخرج بدليل خاص. إذا قدرة عرفية ماكو لمعرفة حالها وطلق وانكشف أنه كان في الوقت الممنوع، الطلاق صحيح. السؤال حول تبعية الزوج عن الزوج والأولاد عن الأب في الوطن. الجواب: التبعية تابعة للقصد من الزوجة والأولاد، فإذا كان للزوجة قصد التبعية فنعم تكون تابعة، ولا إن لم يكن لها قصد تبعية من الزوج فلا يتأتى منها هذا الشيء. يعني أجل زوجة قصد تبعية دار بل، أما أجل زوجة فارس قصد تبعية لا دار. فقصد التبعية إن لم يكن من الزوجة أو من أولاد مثلا، فالزوج إذا قصد 10 أيام فيصلي تماما، والمرأة الزوجة والأولاد إن لم يقصد التبعية فيصلون قصرا إلى شهر واحد، وكل تابع لقصده. خلاصه تابع هر کدومی زوجه اولاد تابع قصد خودشونه. بله. السؤال: هل بالنسبة للوطن الاتخاذي أو الوطن الأصلي هل تابع للمعنى التبعية؟ الجواب:
الكلام والكلام. مثلا الزوجة عرض، الزوجة لم تعرض، فمثلا في الوطن الاتخاذي أعرض عن الوطن الأصلي وتارة لم يعرض، فكل تابع لقصده. در وطن اتخاذی از وطن اصلی اعراض کرده که اعراض نکرده، هر کدومی حکم خودشو داره. السؤال: إن لم يكن هذا الوطن وطن الأصلي للأب، مثلا كان وطن اتخاذي، هل الأولاد هل يتبعون أو لهم الحق في اتباع أبيهم في اتخاذهم هذا الوطن أو لا؟ الجواب: المرحوم أغرض الهمداني في كتاب الصلاة يقول، وهكذا بعد الأغرض الهمداني إلى يومنا هذا، معظم الفقهاء قبلوا هذا الشيء بأنه ليس لنا وطن شرعي، ولو كان هناك، ولو أنه هناك رواية شرعية، الوطن إنما وطن شرعي. الوطن العرفي عفوا. فيجب أن لا يقال لهذا الشخص في هذا الوطن مسافر. فمثلا إذا جاء مثلا لغرض أن يدرس في مدينة ما مثلا وبقي سنوات مديدة، فلا يقال أنه مثلا ذهب إلى سفر أو أنه مسافر في هذا الوطن والبلد، فكل تابع لقصده. السؤال: يشترط بعض الأعلام بالنسبة إلى الأعلام من تابع هر کدوم قصد خودشه دیگه. نعم. شنو الدليل على هذا الكلام؟ شوفوا في الرواية أكو الذين يتبعون شخص، وفي الأمة من هو أعلم منه لا يزال أمرهم إلى سفال. هذاك بالنسبة إلى الإمام عليه السلام وغير الإمام. أما مسألة الأعلمية في التقليد اللي الفقهاء يقولون، هذا من باب أنه مو محرز حجية الفقيه الجامع للشرائط إذا كان غيره أعلم منه. عد أعلم، هذا ما عندنا فد لفظ بالأدلة أعلم حتى ندور حوله نقول شنو ملاكه. الملاك بناء العقلاء، هل هذا شرط؟ يعني الاجتهاد في المقدمات، في النحو، في اللغة، في الصرف، في البلاغة، لا. شوفوا العروة عند هذا الكلام ما يقول هذا الكلام، هذا الشرط ما يشترطه. وغالبا شوفوا بالعشرات من الفقهاء ما حد ما معلق. الأعلم هو الأقوى استنباطا، الأقدر في الاستنباط، مترتب على ممهدات المقدمات ولو بغير الاجتهاد. ايش منو قال بالاجتهاد الا لازم؟ قال بعضهم اما مو تام. يؤثر في، اذا كان يؤثر في اقدريته على الاستنباط اي نقول، اما ظاهرا ما يؤثر. اقول يؤيد ذلك انه العشرات من الفقهاء ما مقيدين هذا. اطمئنان شخصي مو لازم، اذا حجه اكو كافي حتى اذا ظن بالخلاف عنده. هذا الصور بالعروه هم في المكان موجود. شيئين عندنا حجه: واحد الاطمئنان اللي هو اما علم عادي او حجه، واحد وجود الحجه. اذا في المكان كان متنجس عدلان قالوا هذا صار طاهر، وانت تظن
70-60% ان ذول مجتهدين مجتبيين، هل حجة ام لا؟ نعم، على قول الشيخ الانصاري الحجة يعني الغي احتمال الخلاف، مو ما عندك احتمال الخلاف، احتمالها مو لازم الا شك او وهم، حتى لو ظن هذا بالعروة موجود. ها ها، اذا فعلية الاجتهاد اكو نعم، لانه يشوف غيره خطأ. اما في مسألة اكو اللي مكرر في بعض الوكالات جاية، اجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد فيحرم عليه التقليد. هاي المسألة المرحوم سيد محمد المجاهد في كتاب المفاتيح عنده مفصل، وجماعة قالوا وأنا أرى هكذا، يعني يبدو لي أنه فعلية الاجتهاد تحرم التقليد، مو يعني فعلية الاجتهاد في المسألة الخاصة، أي لا مجرد أنه قادر على الاستنباط، لا لا يجوز له التقليد، حتى إذا كان لو بحث هو يقدر يجتهد، هذا محل خلاف. هل فقط فعلية الاجتهاد تحرم التقليد أم لا؟ بلوغه مرتبة الاجتهاد يحرم عليه التقليد فيجب عليه أن يجتهد، هذا محل خلاف. السؤال: من غسل ودفن ولم يحنط فما حكمه؟ الجواب: يجب أن ينبش القبر ويحنط، ومن ثم يوارى عليه التراب، إلا إذا كان موجب لأهانة الميت، فحرمة الميت المؤمن كحرمة حية. و اونو نه اگر قدری زمان اگر موجب اهانت میت باشه نه ساقط، چون اهانت می حرمته میتا که حرمت و الاهانه هنا عرفيه، فاذا صدق فاذا لن يصدق عنوان الاهانه فيجب ان ينبش القبر و يحنط باي سبب كان، ولم يحنط ينبش القبر ويخرج و يحنط هذا الميت. اهانت حساب نمیشه، بله این واجب رو ترک کردن، حالا که مسئله رو میدونستن که یادشون رفته باید قبر رو بشکافن، نبش بکنن و حنوط کنن. امین و خلکی بشنو واجب کفایی بر هم. فیجب على من علم به هذه المسئله واعتقد بذلك فيجب عليهم نبش القبر وحنوطه إذا لم يكن هناك إهانة أو احتمال الإهانة للميت المؤمن فيسقط. واجب كفائية كقبر نبش كنان وحنوط كنان، أما أجر إهانة باشي يا احتمال إهانة. السؤال: مع موت المؤجر يبطل العقد الإجارة، ومع موت المستأجر أيضا يبطل، فأي مكان لا يبطل لما كان كلاهما حيين؟ حق منتقل بورثة مش منتقل بورثة مش حق. نعم. التضليل ليلا لا فرق بينه وبين التضليل نهارا. من الناحية الاجتهادية روايات التضليل مو كلها بها كلمة تضليل حتى يفرق بين الليل والنهار، لأن بالليل كل ظل أكو، ماكو تضليل وغير تضليل. وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع لما أجى لما أحرم في مدينة المنورة قرب المدينة المنورة في مسجد الشجرة 8 أيام أو 7 أيام كان في الطريق النبي، في
في الحديث الشريف أكو رسول الله بمجرد ما أحرم هذا المكان اللي كان يجلس فيه على البعير، كان عليه قبة يسموه قبة كنيسة، قبة هذه أشكال متنوعة كانت، أمر رسول الله برفع هذا السقف من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة أسبوع كامل أو 8 أيام أو من عندي مو ببالي. فماكو في الحديث الشريف أنه بالليل كان يظلله، لا فارق ماكو، هذا من الناحية الاجتهادية. أما من ناحية الفتوى معظم الفقهاء يقولون بأنه ماكو فرق بين الليل والنهار، لأنه بعض الروايات ومنها هذه الرواية أنه يرفع هذا السقف، مو يرفعه فقط في النهار. إذا حرج يجوز تكليفاً لا وضعاً، يعني مو حرام التظليل يقعد بالسيارة المسقفة، إذا حرج عليه أو ضرر عليه، يعني السيارة اللي مو مسقفة هواية غالية ضرر عليه، أو من ناحية البنية ضعف البنية عنده مثلاً، يجوز مو حرام ولكن عليه الكفارة. نعم. وعليكم السلام. نعم. أي. أي. ما يخالف. يعني إذا ما يحرك فمه بحيث اللي يشوفه يشوف هذا ما يصلي، هذا يعلج، ما يخالف. شلون؟ اي شو يسوي؟ يعزف اي ما يخالف. عزفه حرام، اما مو لازم الا هذا اللي تتصدق لازم يكون عادل متقي، ما يخالف. بلي ببخشي بلي، هذا محل خلاف. بعض الفقهاء قالوا أنا هم هكذا أتصور، في كل إحرام لو 10 مرات سوى تظليل كفارة واحدة أكو، في إحرام العمرة كفارة، في إحرام الحج كفارة. بعضهم قالوا صرحوا بأنه لا، هذا تداخل والأصل عدم التداخل، وإذا عدة مرات ظلل عدة كفارات عليا بفرمان. السؤال بالنسبة إلى من لم يكن له الهادي، يمكن له الهادي فال3 أيام في الحاج و7 أيام في الحضر، الجواب المرحوم الشيخ الطوسي فقط هو بوحده ونفرين أو شخصين آخرين قالوا بما ذكرتم، وإلا فالمشهور بين الفقهاء قديما وحديثا من المتقدمين والمتأخرين بأنه إذا 3 أيام صامها كاملة، وبعد 3 عثر على الهادي فيسقط عليه الهادي، يسقط عنه الهادي. نعم هناك رواية ولكن سندها غير تام بأنه عليه أن يأتي بالهاد فحمل على الاستحباب. أما إذا مثلا جاء بس يوم أو مثلا يومين فعليه الهاد، أما من جاء ب3 أيام كاملة في الصوم في مكة ف لا يجب عليه الهادي. ومن قال بوجوب الهادي في حال العثور عليه باب الاستحباب.
أدباب استحباب خدش خان فرمودي استحباب شيش قال بقتلية رواياتي كذلك. الجواب قال القرآن الحكيم ما أتاكم الرسول فخذوه فكل ما كان مربوطا بدين يؤخذ، والنبي صلى الله عليه وآله قال كتاب الله وعثرة أهل بيتي، فكل شيء يجب أن يكون من قرآن أو من كلمات أهل البيت عليهم السلام أو من عمل أهل البيت عليهم السلام أو مثلا قولهم، فإن لم يكن في القرآن ولا في قول النبي وفي عمل النبي صلى الله عليه وآله وهلا هكذا العترة الطاهرة فيكون باطلا. ما هو هذه الأمور بالنسبة إلى الأمور المربوطة والمرتبطة بالدين والأحكام الشرعية وهكذا الأحكام الإلزامية سواء العبادات أو المعاملات أمثالها. اونم احکام الزامیه واجب و حرام، حالا چه عبادات باشه چه معاملات باشه چه احکام دیگه باشه. السؤال حول استعمال بعض الأواني حيث كانت مثلا مخصوصة في الأصل شرب الخمر، إذا كان للزينة أو مثلا أن يضع فيها بعض المشروبات الغازية أو مثلا الماء والعصير فهل يشكل له أو لا؟ الجواب إذا لم يكن هناك ترويج للحرام فلا أشكال فيه. نعم إذا كان بنحو يكون ترويجا للباطل فلا يجوز. السؤال ثلاثة أيام ذكرتم بالنسبة للسابع والثامن والتاسع أو من أول ذي الحجة، الجواب الرواية على أنه من أول ذي الحجة. نعم شو صعد صوتك؟ اي لان المعصوم صلوات الله عليه هو قال فانهم يعني ذول اللي مو معصومين اما فقهاء جامعين للشرائط قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. المعصوم وجه إلى غير المعصوم في زمان الغيبة الكبرى. الترضي والترحم على الراوي يعتبر رفعا لجهالة الحال؟ لا، هذا محل خلاف. إذا ببعض الموارد أكون الشيخ الصدوق مثلا فدراوي يذكره ومكرر يترضى عليه مو مرة ومرتين وثلاث مرات، اي بعض قالوا هذا يكشف عن حسن حاله هذه، اما مع الخلاف يعني مو الكل موافقين معه. السؤال يقول البعض من الاعلام بانه في العقود جميع العقود يتمكن الانسان من المعاطاة بها. الجواب المعاطاة تشمل جميع العقود وإن كان محل الخلاف المسألة، لأن المعاطاة عقد، والمرحوم الشيخ الأنصاري في المكاسب في عقد البيع له هذه الكلمة فيصدق عليه هذه الكلمة الإجارة الصلح الرهن. السؤال حول الزواج، الجواب هناك دليل خاص حيث هناك إجماع على عدم صحة المعاطاة في الزواج. المعاطاة صحيح نيس واللافظ بخط هم الزواج هم طلاق، إن دو تكون طلاق كعقد من إيقاع. السؤال في بعض الروايات على أنه ومنا نحن أصل كل شيء ومنا التوحيد، ورواية أخرى يقول أمير عليه السلام بأننا نحن أنا فرع الربوبية،
فالجامع أي نحو؟ الجواب انظروا التوحيد الذي يأخذه الناس يجب أن يكون من طريق أهل البيت عليهم السلام، لأن التوحيد الذي كان يقوله الناس فيقولون أن الله له يد عين رجل أمثال هذه الأمور، فالتوحيد الصحيح يؤخذ من أهل البيت عليهم السلام. وهذا نظير مثلا يأتي عالم إلى مثلا أهل قرية ويوصف لهم العالم الكذائي المرجع الكذائي، فيعرفون ذلك العالم من طريق هذا المبلغ عن العالم. فالتوحيد الصحيح يأتي من قبل أهل البيت عليهم السلام. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Thank you.